عايز أنتقل لخبر آخر بجريدة أخبار اليوم، حيث تناقلت الصحف الإيطالية باهتمام بالغ خبر ترشيح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية السفير بسام راضي سفيرا فوق العادة لمصر في روما. ووصف الإعلام الإيطالي ذلك الترشيح رفيع المستوى بأنهم بمثابة إشارة مهمة لإيطاليا، حيث يعد راضي الواجهة الرسمية لمؤسسة الرئاسة أمام منصات الإعلام المصري والعالمي، وأصدر خلالها العديد من البيانات الرئاسية تضمنت تأكيد على دعم الرئيس السيسي للتعاون مع السلطات الإيطالية حول قضية الطالب الإيطالي جوليو ريجيني. ونشرت الصحف الإيطالية السيرة الذاتية للسفير بسام راضي والتي وصفتها بالكثيفة نظرا لمشاركته بشكل يومي على مدار 5 سنوات في جميع الاجتماعات الرئاسية داخليا وخارجيا، واطلاعه الجيد على استراتيجيات وسياسات الدولة المصرية حول جميع الملفات الخارجية والداخلية. أستاذ أحمد، يعني حضرتك محرر شؤون رئاسة الجمهورية وبالتأكيد تعاملت مع السفير بسام راضي، و يعني لما هو متحدث رسمي لرئاسة الجمهورية وجاء هذا الترشيح، كيف ترى هذا الترشيح؟ كلنا تعاملنا وعارفين يعني مدى تفاني السفير بسام راضي في العمل وتعامله بكل رقي مع كل الزملاء الصراحة. اللي هو خليني اقول لك، السفير بسام راضي هيكون ان شاء الله سفيرنا، سفير فوق مفوض فوق العاده في ايطاليا. ومفوض فوق العاده ده مصطلح بيطلق على السفير اللي بيمثل رئيس الدوله في الدوله اللي موجود فيها، فدي الفكره، فكره ان سفير مفوض فوق العاده. السفير بسام راضي على المستوى الانساني هو شخصيه راقيه جدا، تجيد التعامل مع الاعلام سواء إعلام مقروء أو مرئي، يجيد التعامل جدا في الإعلام المحلي والإعلام الخارجي، بنشوفه جدا، بنشوف في الزيارات الخارجية إزاي بيقدر يعني يدي شكل عام عن الزيارة اللي موجود فيها السيد الرئيس. مبدأ السفير بسام راضي في الجزء بتاع الإعلام هو مبدأ بيرفع فيه شعار التفاعل، الراجل بيتفاعل مع محررين الرئاسة، بيتفاعل مع وسائل الإعلام المقروءة، بيتفاعل مع وسائل الإعلام المسموع، حتى على صفحته الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية عنده تفاعل مع المواطنين. صحيح. بنلاقي النهاردة أن في مواطن عنده شكوى، عنده حاجة، السفير بنفسه بيخش وبيعلق على الشكوى يعني فكرة التفاعل للمتحدث. صحيح. الرسمي شيء بيبقى جميل يعني. نتمنى له كل الخير وإن شاء الله يعني في مهمته الجديدة.